حبايب قلبي بسابيسو، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا عائلتي الكريمة، عائلة يلا نخس. عملتوا ايه من غيري؟ عملنا ايه يعني يا بسابيسو؟ بتاكلوا ايه بقى النهاردة؟ عاملين اكل ايه؟ ها، نخش في الكلام ده، بس الاول اقول لكم وحشتوني جدا جدا جدا. كنت تعبانة قوي، بس بفضل دعوات، طبعا بفضل ربنا ودعوات امي وحبكم ليا، قمت لكم بالسلامة على قلبكم. مش هروح في حته، انا على قلبكم. طيب عائله يلا نخس، احنا هنفوق بقى ونركز معايا، هتركزوا معايا. بصوا، مش انا تعبانه قاعده لكم بقى عشان اشوف بقى الناس اللي ما بتستمرش دي حكايتها ايه. الكرسي يجيلك تستمري عليه ايا كان ايه، عظام، تخسيس، شعر، بشره، ممنوع ممنوع تبطلي يوم، ممنوع. وانا اقعد احط مواد فعاله جديده عشان انتوا تيجوا بعد كده تلخبطوا؟ لا، بصوا بقى، يلا نخش في الموضوع. انت لسه كل ده ما دخلتيش في الموضوع، هخش اهو. الارقام اول حاجه طبعا الموجوده على الشاشه دي، الارقام الوحيده اللي تقدروا وانا على الهواء مباشره على شاشه اتش بي سي الصحه والجمال، وطبعا تحيه كبيره جدا لكل مشاهدين شاشه الصحه والجمال وكل متابعيني وكل عائله يلا نخس. اي استفسار، بنسلم على منطق يا بسابيسو، عايزين نسألك في حاجة، عايزين نحجز الكورسات بتاعت بسمة. أنا من عائلة دكتور بسمة، أنا من عائلة بسابيسو. كلموا الفريق تقولوا لهم كده، الفريق يقول لي، بيقولوا يا دكتور بسمة من العيلة، أنتوا مالكم؟ الله يقولوا. أنا بقول لهم تكلموا الفريق، أنا عايزة كورس مجموعة البشرة والجمال بتاعت دكتور بسمة، إحنا من العيلة، من عيلة دكتور بسمة، أو من عيلة يلا نخس، أو من عيلة اللي أنتوا عايزينه قولوه. أهم حاجة بس عشان أبقى مطمنة الكرسي السليم الآمن تماما جه لحد عندكم. طيب لو لقينا الخطوط مشغولة نعمل إيه؟ نفس الأرقام اللي على الشاشة نبعت على الواتساب. نفس الأرقام ابعتوا على الواتساب، عايزة كورس دكتور بسمة، أنا من عيلة دكتور بسمة. اتفقنا؟ اتفقنا. طب هو ترو لايت يا بسابيسو أخباره إيه؟ كويس والله، بيسلم عليكم. اخباره ايه؟ بصوا بقى، اول حاجه خلاصه بذور العرقسوس اللي موجوده في ترو لايت، انا زودت لكم الماده الفعاله بتاعتها ليه؟ عشان مليانه فيتامين ب 3، اقوى محارب لمشاكل الجلد والبشره، ب 3 مركب السيامين، الاثنين واحد، الاثنين واحد. اوبا. طب ترو لايت مجموعه البشره، هاتولي الصوره يا شباب، مكونه من ايه؟ لوشن، سيرم، جل، وبتاخدي عليها خصم 50%. انا عايزه الصوره الجديده، ده انا عامله لكم صوره جديده بعتها انا. بناخد ايه بقى؟ لوشن. طبعا اللوشن فيه تفتيح رهيب، مفتح من الدرجة الأولى، 5 درجات، هو حتى العلبة حتى إيه بتكون مكتوب عليها. طيب العلبة بتجيلك فيها اللوشن، وفي 30% SPF حماية من الشمس أو الضوء، ده أهو صورة، عشان عاملين لكم حاجات حلوة كده، دي صورة العرض الجديد، خصم 50% على اللوشن والسيرم والجل على العلبة كلها بتاعة ترو لايت، بتدفعي نص تمنها بس، نص تمنها بس. بصوا ده الشكل الجديد لترو لايت عشان الماده او المواد الفعاله. اولا زودت حمض الكوجيك اسيد، حطيت لكم فيه زيت شجره الشاي، حطيت لكم فيه الكولاجين بس من نوع البيبتايد، ده انضف انواع الكولاجين للبشره، زيت النيم وزيت المورينجا، كل الزيوت دي اتحطت، خصوصا زيت شجرة الشاي، ده مشكلة، زيت شجرة الشاي الأخضر. بناخد عليه الكريم المرطب هدية، يبقى خصم 50% على كل علبة ترو لايت، أو أنتوا كلموا الفريق قولوا لهم عايزين مجموعة البشرة بتاع الدكتور بسمة، مش لازم نقول ترو لايت يعني لو بنتلخبط في الاسم، مش أنا ماما بساعات بتتلخبط في الاسم. يبقى كده لوشن، سيرم، جل، بندفع نص التمن. عليه هدية الكريم المرطب الفواحة، زودت لكم فيه بقى ايه؟ الجوز الهند والبانسينول، مرطب من الدرجه الاولى، وبتاخديه هديه وفواحه، 3 ايام ما تستحميش عادي. ايه ده ما استحمى؟ عادي. جوزي هيطلعني يا بسابيسو يقول لي انت ما بتستحميش، لا لا لا، ولا هشم ريحه خالص، ما تلاقوش من الكلام ده. تحفه. بس لا طبعا استحمى، انا بهزر.
بس ريحته ما بتطلعش من الجسم. يلا العرايس، مش العرايس بس، حتى لو انت مش متجوزه حطي جوزك مزهقك في عيشتك فتقولي ايه والنبي ما انا حاطاه له، وهحط له حاجات ريحتها حلوه عشان اعملي لنفسك. انت كده لما بتبقي حلوه وريحتك حلوه بتحسوا بنفسيه كويسه. انا قايمه من موته، يعني انا عامله حادثه موت وجايه بشتغل ليه؟ بحبكم، انا بحب اتكلم معاكم. لو قعدت في البيت وقعدت اشوف الاصابات اللي جوه داخل جسمي بقى كدمات وبتاع مش هخلص، اقعد بقى اكتئاب وهرمون الكورتيزول يرفع عندي اللي هو الاستريس، فالهرمون ده لما بيرفع اللي بيحصل بيأثر على الجلد وبيأثر على المناعه وبيأثر كمان على الوزن، خدوا بالكم. تعالوا ناخد ام ياسمين من الشرقيه. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتوره. ازيك يا ام ياسمين؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ انا بخير والله الحمد لله. ازيك يا ام بسابيس؟ انا كويس. ايوه كده. عامله ايه؟ استني بسابيس وهحبكم. ازي الحاجه عامله ايه؟ كويسه والله. ربنا يخليها لك يا رب يا دكتور. يا رب والله. والله يرحم بنتك ويجعل مسوها الجنه يا رب. امين. امين يا رب. ادعوا لي كتير والله. يخليك يا دكتور. والله العظيم يا دكتوره انا منتجك زي العسل. يا روح. طب خدتي ايه؟ انا خدت بتاع التخسيس 3 شهور. العرض 3 شهور بتاع التخسيس؟ اه العرض 3 شهور بتاع التخسيس. خدتي؟ استنى نعيده معاكي عشان الناس تبقى عارفه، اللي هو الكورسين خصم 45% والتالت هديه. والتالت هديه. اه جالك بالكلمات بكله؟ بكل حاجه. العلبه فيها علبتين كبسول وثلاث علب فوار وجلد وكريم التان ترهلات. ايوه صح كده. اه عشان اتقلت. لا ولا يا دكتوره، وانا اتصلت وفي ناس اخذته من السعوديه برضو قرايبي. اه ما في فعلا. صح صح. في ناس قرايبي في الامارات برضو وفي البلد عندنا احنا من الشرقيه. بيقولوا لهم تبع. لا 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 انا اي حد والله الوكيله دكتور انا بشكر فيكي من غير اي حاجه. هم يكلمون بقى الفريق يقولوا لهم عايزين كورسات دكتور باسم. اه كفايه ابتسامتك يا دكتور. يا حبيبي انت بسمه صحيح. الله يخليكي. والله بابا كان هيسميني اميره، ماما قالت له لا بسمه. الله يخليك يا دكتوره. قولي لي طيب. ربنا يخليكي يا رب. في حد او تعالي قولي لي طب انت جربتي كورس التخسيس، في حد تعرفيه جرب ترو لايت مجموعه البشره؟ لا. طيب انت ايه اخبار كورس التخسيس معاكي؟ اه اخباره ايه؟ خسنا قد ايه؟ بتشوفي بقى سيبك من الميزان المقاسات. انا يا دكتور انا في الميزان انا ما وزنتش الله الوكيل، بس انا الله الوكيل انا في المقاسات نزلت كتير. لا عندي كل الناس كل ما تشوفني تقول لي انت مالك خسيتي لي كده؟ وده اهم حاجه عندي. انت خسيتي لي كده؟ انت عامله رجيم؟ انت مش عارفه ايه؟ اقول لهم لا انا اللي مستحبه فيه بقول له انا من جايبه كورس من عند الدكتوره بسمه قناه الشمس زي الصحه. بس قبل ما تطلبوا اي حاجه قولوا بسابيسو او من عائله زي الصح. اه عشان بس ما يروحش حاجه عشان غلط. انا برضو لسه برضو مديه الرقم لناس برضو قرايب كتير برضو اليومين دول. اه ولا نتصل. وكويس ان انت بتقولي لهم كده احسن يجيبوا حاجه ثانيه ويجي يدعوا عليكي ويدعوا عليا. لا والحمد لله يا دكتوره انا كنت انا بلبس هدوم دلوقتي مش كنت احلم ان انا البسها. والله والله يا دكتوره ومشيت مع دكتور تغذيه قبل كده ودكتور رجيم مفيش اي نتيجه. مشيتي قبل كده مع دكاتره رجيم؟ مفيش. مشيت مع دكاتره رجيم مفيش اي نتيجه، اقعد بالشهر كامل ولا اكل عيش ولا رز ولا مكرونه ولا اي حاجه خالص، ما انزلش حتى ربع سنتي يعني في المقاس. في المقاس كمان؟ هو ولا وزن ولا مقاس. اما دلوقتي بسم الله ما شاء الله الحمد لله. والصحة أخبارها إيه؟ ربنا يديك الصحة يا دكتور. الله يكرمك. وصحتك أخبارها إيه مع الكورس؟ أيوة دكتور. صحتك أخبارها إيه مع الكورس؟ صحة؟ يعني النشاط، الحركة، فاهمة قصدي؟ هل أنتِ الكورس وأنتِ بتخس عشان نطمن كل حبايبنا، عمل لك أي مضاعفات ولا صحتك لا 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 باكل كل حاجة. بتاكلي كل حاجة؟ باكل كل حاجة هي منها لنفسها كده نفسي بتصد. يعني باكل كميات قليلة خالص بس باكل كل حاجة. بتاكلي كل حاجة وهو يعني أنا بتهيألي يا دكتورة لو مشيت على النظام اللي الدكتورة نور كتبته لي كنت هنزل أكتر من كده بكتير، بس كمان أنا قاعدة بقى في بيت عيلة أنت عارفة يعني الأرياف. ومعايا عيالي وأهلي وكده مش هقدر يعني، والظروف اليومين دول مش الفريق عندي.
والظروف مش تسمح اليومين دول ان انا امشي على النظام لا لا بلا الغذائي. نظام بلا بتاع، احنا معانا فلوس. لا بس انا باكل والله الوكيل يا دكتور، حتى اختي برضه تقول لي يعني، قلت لها انا باكل كل حاجه، مش حارمه نفسي من اي حاجه ما عدا الحاجه السكر. جدع السكر ما باخدهوش الا انت فين وفين يا دكتور. انت من علي بسبوسه كده؟ انا من علي بسبوسه. كده انت جدع. السكر الحاجه الوحيده اللي مش باخدها، باخدها بقى يا دكتور يعني فين وفين لما تلف على بالي اي حته حلويات، فين وفين يعني مش على طول. مش مشكلة ادام فين وفين. اخد حتة حلويات عشان انا كان عندي السكر. سكر كان ايه، نوع اول ولا تاني، حبوب ولا لا؟ انا لا انا كنت باخد حبوب. حبوب بس دلوقتي ما باخدش اي حاجة خالص. طب انت مع لما خدتي الكورس خلي بالك بيعالج السكر بتاج. ايوه ما انا عارفة، انا ما باخدش اي حاجة خالص دلوقتي، ولا باخد حبوب ولا باخد اي برشام. حتى كان عندي ضغط عالي، بسم الله ما شاء الله ربنا يديك الصحة يا رب. كان في ضغط عالي وراح. كان في ضغط عالي والضغط العالي راح. انا كل ما الاقي الضغط الاقيه مظبوط مظبوط، او واطي شويه مظبوط واطي. اما بسم الله ما شاء الله ربنا يحميك يا رب. الله يخليكي. والسكر السكر تبديل حبوب السكر لا عايز السكر دلوقتي يا دكتور، السكر مظبوط الحمد لله. هو كل اللي كان بيجي في الاول موضوع الكتير والحمام، دخول الميه حمام ميه الكلى بتنضف والكبد بينضف. سجل الكلى انا دلوقتي بينضفوا. انا دلوقتي بقى في اخر كورس، فاضل لي فيه 20 يوم، فاضل لي فيه 20 يوم. حلو جدا. وكل اللي يشوفني اقف على كده بقى، اقف على كده كده بقى. حلو كده، ما تنزليش اكتر من كده براحتك. بعد كده نثبت اهم حاجه عندي وانا عليكتك. حتى جوزي يا دكتور يقول له انت صغيرتي خالص. بجد والله العظيم يا دكتور. انت اصلا صوتك عسل صغير. الله يخليك يا دكتور. لا والله انا امبارح كان عيد ميلادي. كل سنه وانت طيبه. طيبه يا دكتور. كل سنه وانت طيبه. طب قولي لي اسمك. لا. ولا اقول كل سنه وانت طيبه يا ام ياسمين؟ انا اسمي نوره. نوره؟ ام ياس. كل سنه وانت طيبه يا نوره، وعقبال 100 سنه. ربنا يديك الصحة يا رب. من برنامجنا هنا، يلا نكس على شاشة الصحة والجمال، بقول لك كل سنة وأنتِ طيبة حبيبة قلبي، ويا رب ربنا يديك الصحة يا دكتور يا رب. ربنا يديك الصحة ويخلي لك الحاجة يا رب. آمين. ويخلي لي الحاجة بتاعتي ويخلي لي ابني يا رب. إيه ابني يا دكتورة؟ ربنا كنا عندنا ظروف اليومين اللي فاتوا كان في العناية يا دكتور. ليه يا حبيبي؟ عنده 3 سنين. ربنا يخليهولك يا رب ويحفظك. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور. الله يخليك. تسلمي لي يا دكتور والله، يا ربنا يجعلك في كل حاجه بتعملها في ميزان حسناتك يا رب. امين يا حبيبه قلبي. وتلاقي الخير قدامك. ايه؟ ودايما تلاقي الخير قدامك. الحمد لله والله. وما يشمتش فيك عدو. حبيبه قلبي متشكره قوي، شكرا جدا شكرا جدا. ياسمين من الشرقيه. هو انا اللي قاعده جوه يعني في البتاع في الكنترول؟ هقعد ايه الكلام ده؟ زهقوني. بصوا طبعا لو عليا انا ببقى عايزه اقعد اتكلم مع الناس يعني معاكوا وعيلتي بالساعات وبالثلاثه، بس عشان خاطر بيبقى في مكالمات كتير فلازم ايه الناس الثانيه على الخط يا بسابيسو. طب ما مش عارف ايه. كل سنه طيبه ياسمين. ياسمين اللي انتوا سمعتوها دي من عيلتي، من الحالات بتاعتي، من الحالات بتاعتي، عشان بس محدش يقول لا ده مش عارفه متفقه مع مين والكلام ده، دي النفوس بقى ضعيفه، اقعدوا على جنب ما تزهقونيش. انا بقول لكم اهو انا تعبانه وصوتي رايح. طيب الكورس عشبه الجينسنج والاورجانو، بما اننا دخلنا في التكسيس كده، عشان ايه؟ مدام نوره ام ياسمين قالت لي ده السكر اتعالج والضغط اتعالج. طبيعي عالجت السكر، لو في هايبر اتنشن الضغط ينزل، عالجت الضغط السكر ينزل، خلصت والله. لا تبطلوا السكر ده، حبوب السكر الحبوب. طيب تو وروني كده عشبه الجينسنج والاورجانو. العشبتين دول اقوى اعشاب التخسيس موجودين في امريكا الشماليه، موجودين في شرق اسيا وكوريا والصين. تخيلوا عشبه تاخد جوائز، مش شخص، لان بلاد كتير واشخاص كتير اكتشفوها، فادوا للعشبه دي جوائز. اولا عشبه الاورجانو لونها اخضر، دي اهي على الشاشه،
دي بتنمو ببطء جدا جدا، بطيئة جدا جدا. ليه؟ علشان مليانة مضادات أكسدة ومضادات التهاب. ده حلو قوي ده. طبعا الزيوت والسكريات اللي احنا بناكلها دي كلها بتتحوش في الجسم، وبيحصل في جسمنا حاجة اسمها الفري راديكالز، شوارد حرة. شوارد الحرة دي بتلزق في أنسجة وخلايا الجسم. العشبة دي ها عايزة حد ايه عنده صبر، دي بقى اللي بتقضي على الشوارد الحرة. يعني أي سكر، زيت، نشويات، ارجعوا لي يا شباب، بيحصل بتدخل جوه جسمك بتتخزن، ممنوع تتخزن. يبقى احنا كده حطينا عشبة ايه الجديدة في كورس التخسيس بتاع بسابيسو، ايه؟ عشبة الأورجانو، مضادات أكسدة والتهاب، عشان أي زيوت أي سكريات أنا داخلة عليها ستوب خلاص، مفيش الكلام ده، مفيش خلاص. الشوارد الحرة دي يلا بره. إيه الشوارد الحرة دي؟ عبارة عن ذرات أكسجين نشطة. والنبي يعني إحنا يا أختي فهمنا شوارد حرة، ما تقول لنا إيه ذرات أكسجين؟ أجيبها لكم بطريقة بسيطة. عارفين البالي؟ البالي ده عارفينه؟ البالي ده عبارة عن، هي شبيهة للبالي كتير بقى، بلي كتير كتير. البلي طبعا كنا بنلعب بيه احنا صغيرين، ما تقولوش ده كمان مش عارفاه، مش عارفين، وما تزهقونيش. بيبقى فيه بقى جلو ولزق، دي اول لما تاكل زيوت سكر يقوم داخل على انسجه وخلايا الجسم. بس لا، على الجلد، على الجهاز المناعي، على الكبد فيحصل فاتي ليفر، كبد دهني، على الكلى، اوبا فيجي لي حصوات من نوع الاوكزاليت. بعدين لو عيت دموية تضيق، ايه اللي يحصل؟ الضغط يعلى، تروح تلزق في عند البنكرياس، ايه اللي يحصل؟ يحصل التهاب، التهاب حاد في البنكرياس. تروح تلزق الشوارد الحرة اللي هي عبارة عن بلي كده شبيهة للبلي، ها، وفيها لزق قوي جدا، بتلزق تدخل على طول تلزق، هي بتحب الأكل المشعوز ده اللي انتوا بتاكلوه. ادي بطاطس في الزيت، حطي بطاطس، يخش لك الشوارد الحره من الجسم. تروح فين؟ كتيره جدا، تقعد لك هنا وهنا وهنا وهنا، تتوزع على كل اورجانز جسمنا، اعضاء جسمنا، اقسم بالله بيحصل كده جوه الجسم. طب وبعدين اللي بيقضي عليها ايه؟ كده محتاجين ايه؟ مضادات التهاب. ليه؟ ما الشوارد الحره دي اللي هي البلي الصغير اللي فيها لزق بتخش بتلزق في كل حته في الجسم، بتعمل ايه لما بتلزق في الانسجه وخلايا الجسم واعضاء الجسم؟ اول حاجه بتعمل التهابات شديده جدا، فالالتهابات دي تديكي الم، مش الم على وشكوا لا بجد، لا يعني الام مبرحه، يجيلك الم حاجه صعبه، والكفاءه بتاعه العضو بتاعك يقل. ها الكفاءه سواء بقى الكبد، الكولا، البنكرياس، الغده الدرقيه، الطحال، القلب، رفرفه في القلب، دي في التنفس. ليه؟ الرئه عندك مفيش هواء، بتصغر، مفيش نفس. محسن صوته جاي للدور التاسع بسابيسو. عشبه الاورجان وميزتها، لما انا شفتها عجبتني قلت طب ما الناس كلها، كل العيلة بتاعتي بتاكل سكريات وبتاع، أنا أعمل فيهم إيه؟ وأخف وهم لو الكرسي خلاهم يبطلوا سكر ونشويات، طب ما أنا عايزة القديم، عايزة أخلص من القديم. فعشبة الأورجانو تخلصني من مضادات التهاب وأكسدة، أي حاجة فيها مضادات التهاب وأكسدة ده على طول ناخده كده نشربه، بسم الله الرحمن الرحيم وناخده. تعالوا ناخد يلا سماح من القاهره. سموحه، السلام عليكم. الو، ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا سموحه؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. الله يخليك، الله يسلمك، تسلمي لي حبيبتي. بصي يا دكتوره، انا عايز طبعا اشكرك جدا 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 على الكورس بتاع مجموعه البشره، حلو جدا البشرة. جدا جدا استخدمته، وكان بصراحه كان عندي هالات سودا وعندي بقع من الشمس ونمش وحاجات كتيره جدا، وبجد بجد ممتاز ممتاز ممتاز. طب الحمد لله انه عجبك. بجد يا دكتوره جميل جدا. كنت مستمره عليه يا سماح؟ انا مستمره عليه وما زلت مستمره عليه. ما شاء الله ما شاء الله. بس انا كنت عايزه اسالك على حاجه بقى يا دكتوره. قوليلي. انا عندي
ابني هو يعني 18 سنة كده، وعنده 18. حاجة زي البقع البيضة دي، فهل ده دي تانية؟ الكورس ده يبقى كويس له وكده ولا طبعا لا؟ هو اصل يعني هو برضه هو طبي. مفيد برضه ان هو يشيل الكلام ده. طبعا، ما اصل هو معالج للجلد اصلا. تمام تمام مش انتي كان عندك ايه بتقولي؟ هالات سودا. كان هالات سودا وكان بقع طبعا الشمس وكده اللي هي التصبغات دي. بالظبط كده. ويعني ده هيبقى مفيد هو له وشال هو لك كمان. النمش. جدا الحمد جدا. لله. لا عمل تفتيح حلو جدا، وفعلا انت ده يعني انت فعلا لما زودتي فيه المدى الفعاليه، لا لا فارق كتير وممتاز ممتاز الحمد ممتاز. لله. لا لا، اولا انا فعلا زودت من حمض الكوجيك اسيد وبذور العرقسوس، وحطيت فيه زيت شجره الشاي وزيت النيم، وحته بقى ابن حضرتك طبعا يعني الف سلامه عليه، دي حاجه عاديه جدا، بس ايه، نغسل هدومه لوحده تمام عشان تمام هو معدي، بس معدي مش ما فيهوش حاجه، مش مرض تمام مناعي، بيتعالج. يدهن ترو لايت عادي نفس الاستخدام، يحط يعني مجموعة اللوشن. البشرة دي تنفع ان هي تفيده يعني. طبعا طبعا، والله العظيم انا كان عندي في قفايا قرصه قبل، مش عارفه ايه اللي قرصني في قفايا، انا قلت قبل كده كتير، وبعدين احنا بننظف البيت، والله احنا نضاف، حطيت عادي ترو لايت، انا بستخدمه ده الروتين بتاعي، والله العظيم تاني يوم صحيت ما لقيتها. كل واحد بقى حسب طبيعه جسمه، انما لا انا عندي من عيله بسابيسه كتير قوي عندهم التانيه والحاجات دي، ما تقلقيش. نغسل بس هدومه لوحده بميه مغليه، تمام، وكل يوم تدهني له على المكان اللي فيه المشكله بتاعت الجلد سواء تانيه او غيره، تمام تمام بنفس شكرا يا دكتوره. الاستخدام، شكرا. اللوشن الصبح، السيرم في نص اليوم، الجل قبل ما ننام. شكرا جدا. سماح من القاهره، ادي حبوب راحت، نمش مفيش، هو الاستمرار ده اهم، هوقف يوم وارجع تاني اقعدوا بقى ما تزعقونيش، ما بيخلص بيطلع علينا على ما نجيبه تاني، يعني اعمل ايه معاكوا بقى؟ زيت النيم وزيت شجره الشاي من اقوى الزيوت اللي كانت لازم تكون موجوده في كورس الشعر وكورس البشره، ده بيبقى خاص طبعا بالشعر وده خاص بالبشره. النهارده ترولايت انا بلعب عليه في ايه؟ عايزاه يبقى اقوى براند يعني، او اقوى كورس خاص بالجلد والبشره، هو ترو لايت، خصوصا ايه بعد اضافه المواد الفعاله الجديده بتاعت بسابيسو، مش تلاقوها في حته. انا اللي بتعب، انا ماليش دعوه. طيب عائلتي الكريمه، اوعوا تروحوا في اي حته، نطلع فاصل سريعا ونرجع، مستنيه كل اتصالاتكم، مستنيه كل رسائلكم، وما تنسوش تقدروا تكلموا الفريق حتى واحنا في الفاصل، احنا عائله بسابيسو عايزين كورس البشره، وما تنسوش عليها خصم 50% والكريم المرطب هديه، واسالوهم على الغسول جه ولا لا، لان الغسول خلص، وكنت بقول لكم الحلقات اللي فاتت بس انتوا ما بتسمعوش الكلام. نطلع فاصل، يلا بينا. حياة حلوة مع ترو لايت. شعرك يا انت خلاص ده كان زمان، من النهارده لمعت وهتبدا تبان، مفيش عليه انه يوقع خلاص عشان بلندور امان. شعرك شعرك ناعم ولامع مع زيت بلندورة، غني بمجموعة من الزيوت الطبيعية هتساعدك على ترطيب الشعر. بلندورة. شعرك ناعم ولامع مع بلندورة.
حبيب قلبي مساء الفل، مساء حبيب قلبي، مساء الفل، مساء الجمال، مساء الصحة على حبيب قلبي. ورجعت لكم من الفاصل. والله يا انا ده انا يتفات لي بلاد، والله مستحمله شويه حاجات انا. يلا مش مشكله. بصوا بقى، رجعنا من الفاصل. خلاص يا بسابيسو، ما احنا شايفينك، باكد عليكم، ما انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل ورا التلفزيون. الارقام اللي موجوده على الشاشه طول ما انا على الهواء مباشره تقدروا تكلموني طول الحلقه. طيب، لان الارقام مشغوله، الفريق بيرغي رغاي طالع لي، مين ما اعرفش، ماليش دعوه. لسه مديله 75 جنيه من شويه، من اسبوعين. نبعت على الواتساب نفس الارقام اللي على الشاشه عليها واتساب، نفس الارقام اللي على الشاشه عليها واتساب على طول كده. احنا من عائله بسابيسو، احنا من عائله دكتور بسمه، احنا من عائله يلا نخس، اللي انتوا عايزينه قولوه عشان اضمن الكورس الامن وصل لحد عندكم. اللهم بلغت. طيب، ترو لايت، مجموعه البشره والجمال، طلعوني تاني يا جماعه صوره العرض الجديده. انا قلت بقى لا، ما ادفع على جديده يبقى صوره جديده، خليهم بقى ياخدوا الصور بالمر. لا، السمواد الفعاله مش هيقدروا يعملوا الكلام ده. بصوا، اولا حتى الكريم الفواحه ده في عرايس مش هقول يعني هما من مش هقول منين عشان لو قلت هتعرفوا، خدوا من الكريم المرطب ده حوالي 10 أو 12. ليه بقى؟ هتاكلوه اتاري عرايس. الكريم ده خطير، ده بقى تحطيه بقى للاطفال، ينفع من اول 4 سنين و3 سنين. ده تحميه من الشمس، تقدري كمان تحميه من الشمس وتحطيه لنفسك حمايه من الشمس. ده اللي هو ايه؟ اللوشن الابيض للحليب. طب لو انا خارجه او انا قاعده في البيت ادهنه، تدهنيه، ما فيش حاجه اسمها انا خارجه او قاعده، لا، هو ده علاج. الصبح صحيت من النوم، هخرج النهارده مع محسن. اشمعنى محسن يا دكتور؟ بس ما اعرفش هو اسمه، ما اعرفش، تقريبا كان جارنا زمان، مش عارف، كان على طول بيقعد يزعق في مراته، ما اعرفش ليه، رجاله مهووسه. المهم، فخارجة النهاردة انزلي براحتك، حطي اللوشن بتاعك بقى ودهني وعلى ايدك والاماكن اللي هتبان في الشمس طب ما فيش شمس تحطي، لانه مفتح رهيب 5 درجات، مش بخمس في وشك والله، يعني هو بيفتح 5 درجات. مع الاستمرار نقدر نحطه على كل الجسم. ليه؟ طبي، عشان هو علاج وطبي، ده مش تجميل. انا ماليش دعوه باي حاجه تجميليه، ما انا ما بحطش فيه فيتامينات واعشاب طبيعيه عشان خاطر تقولوا لي احطه في على البشره. لا، انا عايزه حاجه تعالج الجلد معايا، تعالج الارتكاريا، الهرش الكتير، انا جوزي هيطلقني فاكرني جربانه. كل ده مجرد ما بتدهنيه في 30 ثانيه بيدخل انسجه وخلايا الجلد، ها، ينشط صبغه الميلانين. الصبغه دي اللي مسؤوله عن لون الجلد، ها، واللي بتحافظ على الجلد من اي فيروس او بكتيريا داخله تهاجم الجلد. وفي انواع بكتيريا كتير بتطلع من المعده بسبب ايه؟ بسبب الشوارد الحره، الالتهابات بتاعه الجسم. فاحنا بنقضي على البكتيريا دي من خلال ايه؟ كورس التخسيس. طيب، انا جلدي اتأثر بسبب ان انا وزني زايد يا دكتور بسمة، فجلدي اتأثر وطلع في جسمي نوع من انواع البكتيريا. وريتها لكم قبل كده، بس وريها لنا كده يا شباب. انواع البكتيريا، في بكتيريا حلزونية وبكتيريا شبيهة بالثعبان، هوريها لكم. البكتيريا، انواع البكتيريا دي بتيجي بسبب الزيوت المهدرجة، تمام؟ الزيوت دي في وقت هنيجي فيه، وبفتكروا الكلمة دي، هيجرموها. بصوا، بكتيريا حلزونية، بكتيريا عصوية، بكتيريا كروية. دول 3 أنواع البكتيريا دول بيجوا في الجسم ياكلوا في الجهاز المناعي، فيحصل مشكلة في الجلد، يحصل ارتكاريا، هرش كتير، أو إكزيما،
او تانية. تمام، انا لسه ما خلصتش. في يا جماعة مستعجلين ليه؟ هات الصورة. ليه اللي عملوها تو واي؟ يا ريت، ما بعرفش دي ما بتعملوهاش ليه. البكتيريا الحلزونية بصوا شبيهة بالتعبان، شبيهة بالتعبان، دي بتهري المعدة. اوبا، طب دي لو هرت المعدة ايه اللي يحصل؟ يحصل امساك او اسهال، ادي واحد. يحصل ارتجاع في المريء، يحصل ليك جد ارتشاح قولون عصبي. عشان كده ده محتاج ايه؟ مضاد اكسده ومضادات التهاب، ومحتاج فيتامين د. ده موجود طبعا في كورس التخسيس عشان اقدر اخلص من البكتيريا دي، لان دي هتاكل معايا او مش هتشغل الغده الدرقيه اللي هي الاساس مايسترو الحرق بتاعي. طيب البكتيريا العصويه دي على الكبد على طول. البكتيريا الكرويه بتلعب على طول على الدم. شفت كل بكتيريا فيها مصيبه، يا خرابي يا عرابي. طيب تعالوا ناخد نوران. منين يا شباب؟ من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا نوران؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا دكتور. يعني كنت عايزه اسالك عن حاجه. قولي يا روح قلبي. انا كنت انا لسه راجعه من من الساحل، وشي يعني بايظ خالص. الحمد لله على السلام. الجو حلو هناك؟ تحفه. ايش؟ وشي بقى محروق وطلع لي حبوب كده تحت الجلد، فمجموعه البشره دي ممكن تنفعني، وكمان هتبقى يعني ما خدتهاش بقى معاكي ليه قبل ما تسافري؟ ده كل العيله خدوها قبل ما يسافروا. ما انا اصلا اتفرجت وانا هناك، يعني شفت اوريدي سافرت. انت ايه اللي حصل لك بقى؟ كنت بتقعدي طبعا في الشمس كتير. اسوديت، مع اني كنت حاطه صن بلوك، اسوديت بلس كمان بشرتي كده مش صافيه، فيها حبوب كده تحت الجلد، تحسيها كده ان هي ما فيهاش كده نضاره. انت عندك كام سنه؟ 26. كام؟ 26. 9؟ 6. 6 صغيرة. حبوب وبتاع. كنت بتجربي منتجات قبل كده؟ جربت بس ما كانتش برضو افكتيف، يعني ما كانتش حاجة نتيجة خالص. لا ده انت بقى بصي، هو هيصلح المضروب خالص. بس اهم حاجة ما تجربيش حاجة معايا. يعني ما تجربيش حاجة معايا خلاص. انت جبتي ترولايت مجموعة البشرة. خلاص ما تجيش بقى ما حدش يجود ويقوم حاطط لي مش عارف. لا ده علاج بتعالجي بيه وشك وجلدك. على فكره لو انت عندك بقع في الجلد تهني عليه. انا عندي فعلا بقع من الحمل، تصبغات من الحمل والكلف كمان. لو في كلف، لان في ساعات كتير جدا بيطلع لهم كلف بسبب الحمل، وفي كلف بيطلع بسبب مقاومه الانسولين بيكون حوالين الرقبه. بس انا مش عايزه ادخلك في متاهات، دول يعني ممكن اصحاب الوزن الزايد مقاومه الانسولين ليها اعراض كتير قوي بتظهر على الجلد يعني. ولكن الترو لايت ميستو او مجموعه البشره مزيتها بعد ما حطيت زيت النيم وشجره الشاي والكوجيك اسيد زودناه في كله بقى، في الكريم اللي بتاخديه هديه، كريم الفواحه الخام. كله خام جوز هند، اللوشن، السيرم، الجل، اللوشن الصبح، السيرم في نص اليوم، الجل قبل ما ننام اللي لونه غامق خالص ده قبل ما ننام، على اي مكان في الجسم كله. اوكي. وبصي لما تكلمي الفريق اوعي تنسي عليه خصم 50%، وبتاخدي الكريم الفواحه هديه. اوكي. وده هيبقى يعني النتيجه بقى تبدا تظهر امتى؟ اول 10 ايام هتشوفي النتيجه. وفي بشره يعني عشان بقى بس ما اكونش بكذب، يعني ما بصي انا مثلا جربته، انا بعد اسبوع شفت النتيجه ممتازه. في بشره تانية بسم الله ما شاء الله بعد 10 ايام، في حد بعد شهر، في حد بعد شهرين، و و و بس احنا لازم هتلاقي بتشوفي حاجه، بتشوفي نضاره، بتشوفي ان محتاجاه فعلا. الحبوب بتبدا تتشال، بيشيل اي بقع في الجسم. يعني بس طبعا ما عدا الامراض الجلديه المناعيه زي البهاء. ما بيعالجهوش عشان خاطر ايه، ما حدش يتوقع ده، فبقى ايه
فما بقاش اضر حد. لا لا، هي ميه بحر بس اللي بدمرت البشره. ما انا قلت عشان خاطر ايه ما حدش يسمع يقول دي بتضيع اي بقعه، يبقى ده يمكن يشل البهاء. لا للاسف، يا ريت والله حد دلوقتي لسه ملوش علاج، ممكن يحد من انتشاره، انما علاج للبهاء لا. اي حاجه تانية ترو لايت على طول، مجموعه البشره على طول. خلاص يا دكتور، ميرسي ليكي، وابقى اكلمك بعد 10 ايام بقى اقول لك ايه اللي حصل. ده ضروري، وصوري بقى. ماشي هصور. صوري بقى وابعتي لنا. ماشي هصور بيفور اند افتر. ماشي يا دكتور. ماشي يا نوره. ماشي. حبيبه قلبي نوران. ماشي. شكرا يا نوران. شكرا جدا. نوران من الجيزه. كانت بتستخدم عادي صن بلوك، وهي صن بلوك ده اللي هو عيله اللي بيحمي من الشمس، اللي هو موجود اصلا في اللوشن بتاع ترو لايت. اللوشن ترو لايت لوشن مجموعه البشره عموما بتاع بسابيسو، عشان ما تتلخبطوش، انا عارفاكوا عموما بتتلخبط عادي، كل يوم تاكل فطير بعسل بالليل كل يوم، والنبي ما انا واكله. بصوا بقى، اللوشن لازم يتحط تاني وانا خارجه بس، لا وانت قاعده في البيت، حتى وانت قاعده في البيت، خارجه او قاعده، ده علاج. بنحطه قد ايه؟ من 3 ل 6 ساعات، نصحى من النوم نغسل وشنا بميه ساقعه، ميه ساقعه، ننشف بحاجه قطن، نحط اللوشن على كل مكان في جسمك عايزه تفتحيه. يعني ينفع الاماكن الحساسه؟ ايوه. ادي واحد حطيناه من 3 ل 6 ساعات، جينا في نص اليوم نحط السيرم، اوبا اللي لونه عسلي عسلي، بس طبعا نغسل وشنا بميه ساقعه، ميه ساقعه، والله تحطوا لي ميه، انا بقول ميه ساقعه يعني ميه ساقعه، مي. طب الشتاء داخل علينا، ماليش دعوه بقى، ميه ساقعه. ابقوا معلش عشان ما بقاش جاي عليكم قوي، خلوها تبقى فتره، ده في الشتاء، اقسم بالله انا ميه ساقعه صيف وشتاء. شغل الدوره الدمويه، استحملوا شويه، خليكوا عصب كده. فالسيرم في نص اليوم، عرفنا قبل ما نحط كل حاجه لازم نغسل وشنا وجلدنا. عندي بقعه هنا، غسلت كويس بميه ساقعه ونشفت بالفوطه قطن، اهو جبت اللوشن وحطيت ودهنت، خلاص في نص اليوم هبدا احط السيرم، اغسل وانشف واحط السيرم كويس جدا. انا بقول سواء انت عندك هنا حاجه عايزه تشيليها في ايديكي، في قفاكي، في رقبتك، في منطقه الثدي، في الاندر ارمر، في البيكيني، و و و ايا كان، في رجلك، في صوابع رجلك التانيه، ادهنوا على التانيه والسكين تاجز. ايه السكين تاجز؟ الزوايد الجلديه اللي بتبقى لونها بني. في ناس عندها زوايد جلديه، زوايد جلديه، انتوا كنتوا عارفين ايه الزوايد الجلديه؟ اللي بتبقى عامله زي الدهنه كده، تحس كيس كده او مش كيس، حاجه عامله زي الدهنه، فصفوصه صغيره كده بتكون طالعه من الجلد، فبيسموها زوايد جلديه، سكين تاجز. بتبقى طالعه عند بعض الناس، بتطلع للرجاله وللاطفال و و و، ليها حاجات كتير، مسميات كتير، وليها اسباب كتير، مش هتوهكم فيها دلوقتي. الوانها احمر دموي او بني. لما نلاقي ده اعرف كده جلدك في خطر وعندك مقاومه انسولين. ده عرض من اعراض الانسولين ريزيستنس، من اعراض مقاومه الانسولين. انت قاعده في بيتك بعرفك. يا لهوي يا بسابيسو. وده بقى ليه اسباب قويه. من الاعراض ايه تاني؟ بطن جناب، مقاومه انسولين، خلاص دون ثلاثيه على الكبد. دكتور بسمه، الزوايد الجلديه لقيتها في ظهر جوزي وانا بدهن له الكريم عنده تاني، هيعدينا. اغسلي هدومه لوحده، اغسلي هدومه لوحده على ما يتعالج بميه سخنه. لقيتي في ظهره؟ هو بيطلع في الظهر بس؟ لا، في الظهر او في منطقه الثدي، سواء رجاله او ستات، بس الاكتر بيبقى في، يعني في الاكتر بيبقى في الظهر، وفي ناس تانية في منطقه الثدي، رجاله او ستات. زوايد جلديه بني، ها، او احمر. ما حدش يجي يقول لي لو لونها اسود تبقى ايه، ما شفتش ده بصراحه. البني والاحمر دول كده مشكله في الجلد،
الجهاز المناعي ضعيف، فمش بيحارب، مش بيدافع عن جلدك. نص يعني حوالي 60% من الجهاز المناعي موجود في الجلد وورا الامعاء، ورا المعدة، لان بيت الداء المعدة. فربنا حاطط، شوف الجهاز المناعي فين؟ جلد، عشان يتجدد اول باول طول ما احنا محافظين عليه. ناخد فيتامين د، ندهن في كريمات بتاعت خاصه فيتامين د للجسم، خطيره. طب ما تجيبها لنا دي يا بسابيسو، يعني اروح ادفعك واجيب لكم كريم لوحده فيتامين د؟ طب انا حاطه لكم فيتامين د في اللوشن من 5000 ل 10000 وحده، النسبه المظبوطه لكل الاعمار. الفيتامين د الموجود في اللوشن، في السيرم، في الجل، في الكريم، وفي الغسول. طب الحاجات الزياده دي هناخد عليها خصم؟ ايوه ايوه، اوعوا تنسوا كل كورس مجموعه البشره بيجيلك فيها 3 عبوات طبيه، لوشن، سيرم، جل. الجل قبل ما ننام، السيرم في نص اليوم، اللوشن الصبح، اللوشن حمايه من الضوء، في ناس وشها وجسمها حساس من الضوء ومن النار، حبايب قلبي اللي بيقعدوا قدام الفرن، ادهني ادهني كويس جدا. وبين كل ما تيجي تدهني المره الجايه لازم تغسلي وشك كويس بميه ساقعه وتنشفي بقطن. اللهم بلغت. خصم 50% على كل كورس، وبناخد الكريم الفواحه هديه، وزودت لكم فيه البانسينول وجوز الهند خام. ما ينفعش احط حاجه مركب صناعي عشان خاطر كده انا بهدل الدنيا. انا معايا منتج طبي، اروح احط فيه مركب صناعي ليه؟ ما مش هيعمل لي حاجه، لا هيضر ولا هينفع. لا انا عايز انفع. ولسه هقعد انا احط لكم فيه كمان لسه شويه مواد فعاله، بس المواد الفعاله المحطوطه فيه دلوقتي والله العظيم غاليه جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، ومغلاش جنيه، والعرض لسه موجود عليه عادي، خصم 50% على كل كورس، ويجي لك لحد باب البيت باشا، امشي على التعليمات، خلصت. انسي اي بقع، حبوب، نمش، التجاعيد والخطوط، انسي بقى بوتوكس وفيلر والكلام ده، شيليه من دماغك خالص. وتحطي على السكين تاجز الحبوب، الزوايد الجلديه اللي طالعه لجوزك بسبب مقاومه الانسولين، او بسبب جسمه زايد، او عنده منطقه تسدي، او عنده لخبطه في الهرمونات، انت او هو ادهني عليها، هتلاقيها وقعت بعد 10 ايام 20 يوم، هتلاقي الزوايد الجلديه دي وقعت، حتى لا ايا كانت، كانت فين مكانها، ادهني عادي ما فيش مشكله، اهم حاجه الاستمرار. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب تعالوا ناخد صورنا، صور عائله يلا نخس. بصوا بقى اللي جربوا، بسم الله ما شاء الله، كورس البشره والجمال تعب سبيسو. بصوا كل ده تصبغات والتهاب حاد في البشره. بسبب ايه بقى الالتهاب ده يا بسابيسو؟ اولا بتتعرض للشمس كتير وما بتحطش حاجه تحميها من الشمس، وتاني حاجه بتستخدم حاجات تجميليه مش طبيه، اي حاجه تجميليه تعمل كده في الوش. دي حاجه من الحاجات. بسم الله ما شاء الله في 3 شهور كان ممكن اقول لكم في 10 ايام بشرتها بقت كده، لا في 3 شهور الحق يتقال. ده ولد على فكره، بصوا قال لي هو ده بهاء، قلت له لا لا، ده عادي تغيير في لون الجلد، وتانية ممكن تبقى تانية بقع، تصبغات. البقع بيبقى ليه يعني بيتعرف يعني. بسم الله ما شاء الله في شهر واحد، مراته اللي جابته له وتقريبا خطيبته هديه. بصوا البنوته دي وشها مخرم، كل ما يطلع لها حبوب تقولي الحبوب تروح، وشي يخرم، لازم الوش يخرم بعدها على طول، تقولي كده يا بسابيسو. بعد شهرين واسبوع بالظبط من استخدام مجموعه البشره، اللوشن والسيرم والجل والكريم المرطب، بيتحط على كل جسمك عشان تبقى ريحتك حلوه. جوزك يدعي لي والله، النبي جوزك يدعي لي. تعالوا نشوف، بصوا بقى دي يعني قد امهاتنا، مضايقاها جدا الخطين اللي عند الفم والانف. بصوا دي لو راحت عملت بوتوكس وفيلر ايه اللي هيحصل؟ هتدفع كام؟ هتدفع مبالغ وهميه، انا بسمع حاجات غريبه. خدوا بالكم في خط في بقها، في شفايفها، خط في شفايفها اتملى اتملى، اتغطى تماما، والخطين اتشدوا، وشها افتح 5 درجات زي ما قلت بالظبط. ده في قد ايه؟ للامانه 6 شهور ماشي عليه، قالت لي مش هيأس. بصوا التجاعيد اتشدت، كان عندها خط هنا اتملى،
ما هو السيرم والجل لو في حفر بيملى الحفر دي، لو في تجاعيد بيشدها. اهم حاجه الاستمرار، مفيش استمرار ما تدفعيش فلوس في الارض. تقولي والله العظيم يا دكتور انا مش مصدقه، وعلى فكره كانت بتعمل بوتوكس وفيلر واي كلام ودفعت فلوس كتير. قلت لها ليه ما كمل الاول؟ قالت لي اه معلش بقى، وراحت واخده كميه وبسم الله ما شاء الله، يعني جابت لنا العيله كلها، قالت لهم كرسي بسابيس واوعوا تروحوا كده ولا كده. فدي من الحالات اللي انا بحبها جدا، استمرار. والله بصوا انا فرحانه بيها جدا، ينفع نطلعها تاني؟ الست عسل، عسليه، عندها خط في بقها، قالت لي ده مش هيروح. قلت لها لا هيروح وانت بتستخدمي، احطه عادي؟ قلت لها حطي من تحت كده، ايه اللي هو بسقسقه كده عند شفايفك. شكرا المخرج جدا، ركزوا كده، بصوا الشفايف وشها افتح والتجاعيد بصوا، ولو تاخدوا بالكم من فوق عينيها منفخه، والنبي ده صغر مراخرها كمان صغر. اه والله انا شايفه ده. طيب دي من الحالات اللي انا بحبها قوي، عشان هي كان عندها هدف، عشان كانوا بيقولوا لها، جوزها كان بيقول لها ده اي كلام زي بتوع البوتوكس والفيلر ومفيش حاجه هتحصل. قلت له مالكش دعوه يا اخويا انت، انا همشي ورا دكتور بسمه. كده حلقتي خلصت. ترو لايت عليه خصم 50% مجموعه البشره الخاصه بيه بسابيسو، كرسي التخسيس نفس العرض موجود بالمواد الفعاله الجديده بتاعت بسابيسو، خصم 45% على الكرسين، الكرسي الثالث هديه، نفس الشيء كرسي العظام، كرسي الشعر الخاص ببسابيسو او بعائله يلا الخس او بعائله دكتور بصمه، تقدروا تطلبوه من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه او الواتساب نفس الارقام. انا كده اللهم بلغت حبايب قلبي، اشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد، والاعاده بتكون الساعه 2 بالليل. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. السلام عليكم.